لا تقعد تهدد. بعض الرجال ما غير يهدد مرته اني بتزوج اني بعرس، معنى انك تقول اني بتزوج على مرتك معنى انك تقتلها. ليش تقتلها؟ ليه ما تطمنها تقول شوفي انت شريكة حياتي ما اعرف النساء غيرك؟ خلها تطمئن، لكن تخوفها وترهبها وترعبها وتكسر خاطرها وتدور ما ينكد عليها. هذا عشرة دي. الله يقول وعاشروهن بيش بالمعروف ولا بالمشعاب والكلام الشين؟ بالمعروف. يجب التعامل بالتغافل. ايش التغافل؟ انه ما تركز على كل شيء. خلاص اذا شفت شيء خربان رف بصرك تقعد تدقق، الا شيء كبير ترك دين ولا عرض لا. احسن الى الزوجه. ليش ما تقول لا احبك؟ بعضهم يقول انا ما احبها، ولو ما تحبها قول احبك، هذه كذبة مسموح فيها. وقلت مرة الواحد قلت انت تقول لها احبك؟ قال اعوذ بالله. قلت ليش؟ قال عيب. قلت عيب هذه اجل لا ترقد معها في الفراش، هذا عيب اكبر زاد. يا اخي لابد من اللين مع المرأة. قل لها انت عيوني انت قلبي انت روحي، وتراها في العرصة ما هي عيونك ولا قلبك، لكن الكلمة الطيبة ذي ترضيها تجعلها تحس بالامن.